وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية. دكتور، يعني تجمع بريكس، هذا التكتل الذي انضمت إليه مصر رسميا من عام 2024، ماذا يعني هذا الانضمام والمخرجات الاقتصادية من تعاون وثيق بين دوله المختلفة؟ اهلا بك يا فندم، واهلا بالساده مشاهدي التلفزيون المصري. طبعا هناك دلاله هامه على ان مصر تتمتع بثقل سياسي واقتصادي كبير، وان مصر تسير في الطريق الصحيح لتصبح احد الاقطاب الهامه، على اعتبار ان هذا التجمع وانضمام مصر اليه ومعها خمسه دول اخرى من اصل 23 دوله كانت تريد الانضمام الى مجموعه بريكس، ما هو إلا دلالة واضحة على أن النظرة العامة للدولة المصرية سواء اقتصاديا أو سياسيا قد تغيرت بشكل كبير في العقد الأخير نتيجة قيامها بالكثير من الإجراءات المهمة التي أثرت على الصورة الذهنية للدولة المصرية اقتصاديا وأيضا سياسيا. وبالتالي هذا التجمع سيحدث نقلة حقيقية واستراتيجية واضحة في إقامة علاقات مع دول ذات اقتصادات كبرى، على اعتبار ان هذا الهدف الرئيسي من هذا التكتل هو ايجاد اقطاب اقتصاديه مهمه تؤدي وبشكل كبير الى عالم متعدد الاقطاب، وايضا يعني حجم الدول المشاركه في قمه بريكس بيمثل اكثر من 31% من حجم الاقتصاد العالمي، وايضا يعني دولها تشكل 26% من مساحه العالم، وايضا 44% من السكان. و بالتالي هذا التجمع الكبير سينعكس بشكل كبير جدا على الدولة المصرية، على توفير الكثير من الفرص الاستثمارية الهامة للدولة المصرية يعني عوائد يعني استثمارية قوية، وسيؤدي ذلك إلى تحقيق روافد اقتصادية في كافة الأنشطة الاقتصادية التي تحتاجها الدولة المصرية. نعم، بتحقيق الروافد الاقتصادية المنشودة وحرية التنقل وأيضا تفعيل تنمية اقتصادية فعالة بين دول التكتل، يعني تم التباحث بشأن العملة الوطنية التي يكون بها نوع من هذا التنقل الفعال والدفع والتسويات بين دول التكتل، برأيك مدى يعني فعالية هذا المقترح و تقليله من اعتماد على عملات أجنبية أخرى؟ في ظني وتقديري أن من أهم النقاط اللي هتؤثر بشكل كبير جدا أن هيتم التعامل مع هذه الدول بالعملات المحلية. نعم. يعني على واقع الأرض يعني هناك تبادل تجاري بين مصر ودول مجموعة البريكس في عام 2022 أكثر من 31 مليار دولار، وده رقم كبير جدا، بالإضافة إلى أن على سبيل المثال البنك المركزي الروسي يعني كان قد أصدر قرارا في مايو الماضي بإدخال 9 عملات إلى البنك المركزي الروسي كالدولة المصرية والإمارات والشقيقة السعودية، وهي الدول التي انضمت إلى تجمع بريكس، وده ينعكس بشكل كبير على حجم التبادل التجاري، على اعتبار أن هناك سلع استراتيجية سواء في مجال الأمن الغذائي أو غيرها من المجالات تحتاجها مصر، وبالتالي تحتاج إلى العملة الصعبة، ولكن التعامل هنا بالعملة المحلية سينعكس بشكل إيجابي كبير، سيفتح الكثير من الأفق الاقتصادية الحقيقية التي ستنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري وأيضا على الاقتصاديات الأخرى، في ظل أن الدولة المصرية نجحت في الفترة الأخيرة في الكثير من الإجراءات، سواء فيما يخص الفرص الاستثمارية، سواء فيما يخص التشريعات الاقتصادية، سواء فيما يخص العائد الكبير من الاستثمار داخل الدولة المصرية، وده اللي جعل الدولة المصرية عنصر جذب مهم جدا من كل الدول، وده اللي شاهدناه من أن هناك إجماع كبير سواء من روسيا، من الصين، من جنوب أفريقيا، من البرازيل، كلها دول كان لديها رغبة حقيقية في انضمام مصر باعتبار أن مصر هي العنصر الرئيسي سواء اقتصاديا ومفتاح القارة الأفريقية، خاصة أن هذه القمة يطلق عليها قمة بريكس بلس أو القمة بريكس وأفريقيا، يعني نحو شراكة من أجل التنمية المستدامة. نعم، هذا ما يقودنا إلى إمكانية التنافس والتحدي المفروض على هذه الدول والاقتصادات الناشئة أمام اقتصاد غربي من الممكن أن يكون قد سبق بخطوات فاعلة في هذا المجال. بالفعل يعني أرى أن الفترة القادمة ستشهد انتعاشة اقتصادية حقيقية، يعني على سبيل المثال مصر عقدت أكثر من 10 اتفاقيات من خلال تنفيذ تبادل تجاري بالعملات المحلية بينها وبين دول البريكس، أيضا
قيمة الصادرات المصرية ارتفعت لدول مجموعة بريكس لحوالي أكثر من 5.3% في عام 2022، وأيضا يعني مصر صدرت للهند على رأس الدول اللي مصر بتصدر لها، وأيضا الصين، يعني الصين كدولة محورية رئيسية يعني هناك شراكات اقتصادية كبيرة مع الدولة المصرية، وأيضا البرازيل بتحتل المرتبة الرابعة من أعلى دول البريكس استيرادا من مصر، وده إن دل على شيء يدل أن وجود هناك أرضية خصبة مشتركة بين مصر ودول مجموعة البريكس، خاصة أن انضمام أيضا الشقيقة السعودية والإمارات وغيرها من الدول سينعكس بشكل إيجابي على زيادة حجم التبادل التجاري، وسيعطي لهذه المجموعة زخم اقتصادي كبير جدا سينعكس بشكل إيجابي على حياة الشعوب في هذه الدول، وبالتالي الانتقال إلى مرحلة مهمة باعتبار أن هذه المجموعة ستمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية داخل هذه المجموعة التي ولدت عملاقة وتستمر في النمو بشكل كبير جدا في الفترة القادمة. نعم، أشكرك جزيل الشكر الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية.